لدور الشعر في أنسنة القضايا. يعني مثلا 28 ضابط شهداء رمضان، الطريقة التي اغتيلوا بها شهداء العيلفون، شباب طلاب الأغرار، حصدتهم الآلة العسكرية والصلف والاستبداد والهوس الديني. يعني نعم. الهوس الديني وبعد أو قرب، هو بعد حقيقة، بعد هذا الفعل من الوجدان السوداني والسجية السودانية السودانية والأخلاق والغيمة. وقبلها بيوت الأشباح، وقبلها الاغتيالات وتغييب الشعراء زي أبو ذر الغفاري، وكثير من الأفعال التي لا تنتمي إلى العقل السليم والفطرة السليمة. بعدين بعد ده بيجوا تاني ينسوا الكلام ده كله ويحاولوا يبدوا من الأول، ويحاولوا يبدوا من جديد بدون أي اعتذار للشعب السوداني. هو ما تتوقع اعتذار يا قدال، لأنه يعني نحن حنتكلم عن السياسي الآن، لكن لابد أن نتعامل مع الفترة اللي حكمتنا. اولا انا بفتكر انه عشان نتعامل بشكل مباشر، نحن حكمنا نظام الاخوان المسلمين، صحيح، وما حتى شغلنا الظلال الكثيره اللي هم انتجوها عشان تلهينا عن الفكره الاساسيه انه تنظيم الاخوان المسلمين وتنظيم وما حكمونا من 89 وتنظيم الاخوان المسلمين هم ما حكمونا من 89 هم حكمونا من المصالحه الوطنيه من 79 لما كانوا بيطرحوا فكرة تعويض النظام من الداخل. بس عشان في إضاءة بسيطة، الأخوان المسلمين نظام عالمي وبني على حسن البنا، لكن تأسس تأسيس حقيقي على سيد قطب فكريا، صحيح، وأضيف له كلام أبو الأعلى المودودي في الهند، وده كله بيقول ما في حاجة اسمها وطن، ما في الوطن بثقافته بتعدده بتنوع الدين هو الوطن زي ما عشان كده هم بالنسبة لهم السودان كان عبارة عن رقعة يطبقوا فيها فكرتهم ويبنوا تنظيمهم بصرف النظر عن المواطن. نعم، عشان كده بيكون الهدف الاساسي الوصول للحكم. الاساسا لازم يصلوا للحكم، وده حلمي من 27. ايوه، مما تاسس التنظيم في في 1927 ان هم كيف يطبقوا. كان السودان لقمه سائغه لانه البنيه بتاعتنا السياسيه كان فيها صعوب كثيره من خلاله ممكن تنفذ عليها. وطبعا تاسس الكلام ده بوجود نظام هش. نعم، هو مهما كان نظام ديكتاتوري نظام البشير هو نظام هش جدا، بدليل اصوات وحناجر الشباب اسقطته ما شايلين اي سلاح. صحيح، فنحن اسقطته بكلمتين. ايوه، تسقط بسلميه سلميه. أيوة، ضد الحراميه بس تسقط بس. أيوة، واجب الشعراء، واجب المثقفين والفنانين في المرحلة القادمة إبراز هذا الفعل اللا إنساني، عشان يكون في كونتراست، يكون في شيء مقابل اللي هو إنساني. يعني سيبك من المحاكمات القانونية، يعني في إنه قبضوا ده عشان قتل أطفال في العيلفون ولا
ولا 11 قتل 28 ضابط. الموضوع لكن لازم يحاكم، لازم يحاكموا اخلاقيا وانسانيا. صحيح. وده ما بقوم به، ما بتقوم به الدوله، يقوموا به الشعراء، يقوموا به الفنانين، يقوموا به المثقفين عموما. القدان نحن يعني الناس التلفزيون دي خلوا لنا ترابيزاتهم دي عشان نتونس، وتونسنا يبدو اننا تجاوزنا زماننا بكثير.